أحييكم أحبتي ممن تشاهدون وتتابعون شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في جولاتنا المتنوعة والمختلفة، واللي طالما عودناكم أن نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد. وباعتبار موسم الشتاء على الأبواب، في مثل هذه الأيام الناس تلجأ إلى شراء المفروشات والزوالي استعدادا لموسم الشتاء. لذلك اليوم جولتنا راح تكون خاصة عن المفروشات والزوالي، ونتعرف على تفاصيلها كاملة متكاملة من الحجي أبو حسين. نقول لك حجي صباح الخير وحياك الله. نور، أهلا وسهلا، هلا بكم. 100,000 قناة زاغروس الفضائية، أهلا وسهلا، تفضلوا عيني. حجي، بداية كل حوار نريد نعرف صار لك شقد بهذه المهنة. أنا صار لي 40 سنة بهذه المهنة، أي بالسجاد، أي وأنواع السجاد، يعني عندنا السجاد العراقي، وعندنا السجاد الإيراني، وعندنا السجاد الفاخر التركي، أشكال يعني مناشئ سجاد عندنا، ويعني هي السوق سيطلبها وهذا الموجودة. اليوم شلون نشوف إقبال الناس باعتبار موسم الشتاء؟ ما ظل شيء على الأبواب؟ الحمد لله والشكر، يعني إقبال واسع، وهي كل موسم هذا الناس إقبالها واسع على شراء السجاد والموكيت أي في هذه الفترة. اليوم توضح لنا الفروقات ما بين السجاد، الزوالي، الموكيت، الكاربت، تفاصيل اريدك تحكي لنا على مود اليوم العائله العراقيه اللي اذا تشاهدنا. نعم. تاخذ معلومات كامله عن هذا الموضوع. عندنا سجاد فاخر ايراني درجه اولى، وعندنا درجه ثانيه، عندنا ال1200 وعندنا ال1200 يعني طبعا خامه يعني شيء راقي، وعندنا ال700 هم شيء خامه راقي. يعني شنو الفروقات بيناتهم؟ أنا بالنسبة لي ما دا أفتهم. فروقات الشانة مثلاً، عندنا 1200 شانة، هذا 1200 شانة شيء راقي، يعني أرقى ما موجود. ما معنى 1200؟ بشنو تقصد بي؟ الغرزة اللي وراها 1200 شانة، يعني 1200 غرزة. أي وال700 هم موجودة، هذا بالنسبة للسجاد الإيراني. وعندنا سجاد تركي هم فاخر، نوعية زينة، اي هم الناس تقبل عليها يعني، بس السعر الايراني شويه اغلى، التركي شويه انسب، الناس تقبل على شويه انسب. اي وموجود. وعندنا هذا الموكيت، هذا الموكيت عندنا درجه اولى، امشي راقي تركي، اي تركي درجه اولى، اي عيني. وتعرف انت موسم الشتاء الناس يعني العائله العراقيه لازم يعني تغير الامور، اي وتتسوق من عندنا، بالأخص إحنا هنا مدينة الكاظمية، اللي يزورونا ويسوقون من عندنا إن شاء الله. أريدك تعدد لنا الألوان، قلت أكو عراقي وإيراني وتركي. أكو عراقي عندنا. أحكينا على ككواليتي وجودة، من الأفضل إلى الأقل أو الأدنى. الإيراني أفضل ما موجود، لأن الإيراني هم سمعته أو هم صوف درجة أولى، أو عندنا العراقي هم صوف درجة أولى، خوش نوعية فاخرة. اي وعندنا التركي هم يعني نوعيه ادنى منهن شويه، بس هم فتشي زين، والناس تقبل على التركي، تشف شويه خفيف. اي الايراني شويه يعني ثخين شويه، والعراقي شويه ثخين، فهسه الناس اقبالها كلها على الخفيف. اي يعني العائله العراقيه تفضل الخفيف، سهوله تشيل، سهوله الغسل، سهوله تشيل، سهوله الامور، والوان ثابته هم، يعني ما يذب لون، فتشي راقي. وسعرهم زين، يعني التركي سعره أنسب شوية من العراقي وأنسب من الإيراني. أبو حسين، مثل ما نعرف الفيوز مقاساتها تختلف، مثلا إذا كانت غرفة نوم أو صالة، شلون يقدرون مثلا عندكم كل القياسات اللي تلبي كل الرغبات وكل القياسات؟ أي كل أي قياس عندنا موجود، أي قياس 3x6، 4x6، 4x5، 4x3، 3x5، 2.5x3.5، 2x3، متر ونص في مترين وثلاثين، يعني كل القياسات موجودة، أي شيء. وعندنا مداتهم يعني عادي. أي حجي، كلنا بأيام طفولتنا كنا من نروح ببيت الجد كانت الزوالي مال قبل ثقيلة، أربع خمس نفرات يلا يشيلوها. زين، السجاد والمفروشات مال وقتنا الحالي ترقى ذاك المستوى؟ لا طبعا، لا ما ترقى ذاك الوقت. ذاك الوقت كانت يعني شيء سجاد تكمة، والناس كانت ترغب الثقيل، هسه الناس ما تحب الثقيل، تحب الخفيف على مود سهولة الشيل وسهولة الغسل. ايه اتذكر قبل ان الزوليه من ياخذوها يعني ظل 20 30 سنه كلش طبيعي. لا كانت الزوليه سلعه معمره يعني، وبعدين تنباعها يعني مستعمله وتنباع. هسه هاي يعني سلعه مو معمره، استهلاكيه مو معمره.
اي مو معمره. شنو السبب حجي؟ السبب يرجع وين؟ السبب المونة اللي بيها، المونة اللي بيها يعني كانت ثقيلة، وفتشي فتشي توب وراقي، والزوالي هناك كانت بإيران يعني 3 أشهر 4 أشهر لا تخلص الزولية. هسه أنت بالساعة يذبوا لك 20 زولية. اي فاي فصارت معامل يعني استهلاكية. كانت قبل الزولية سلعة معمرة يعني يستخدموها 50 سنة وبعدين يبيعوها. اي هسه لا، سلعة يعني مو معمرة يعني ماشية. تبادر الذهني سؤال، هسه جاينا موسم الشتاء، لذلك الناس اقبالهم يصير على الزوالي. بموسم الصيف يكون سعر الزوالي ارخص لو نفس السعر؟ لا نفس السعر. شنو الاختلاف؟ شويه ارخص يعني، شويه ارخص يعني. هسه اقبال الناس يعني السلعه الناس من تقبل عليها شويه تصعد. اي فبالصيف، بالصيف لا مو اقبال عليها، ماكو شيء اقبال عليها. عندنا احنا بالنسبه لنا سجاد صيفي بالصيف نبيع، سجاد صيفي وحصران او يعني وما شابه ذلك. يعني تغيرون البضاعه اللي موجوده؟ اي البضاعه مالتنا تتغير على الصيفي. اي حجي قبل ما نختم اريدك توضح لنا ما معنى كلمه كاشان اللي تخص الزوالي، حتى اليوم اي شخص ما يعرف كلمه كاشان راح يعرفها من خلالك. كاشان منطقه بايران اسمها كاشان، فمختصه بس بالزوالي يعني كاش، اي زوالي كلها كاشان من مدينه كاشان يعني. هذا هو يعني شغله اللي نجيبها من مدينه كاشان نسميها زوالي كاشان. اكو مقوله سامعيها نقول انه الكاشان كل ما تعتق كل ما يزيد سعرها كل ما تكون احلى. اي لا ذاك الكاشان اليدوي هذاك زينه وخزينه، ايش قد ما يعتق ايش قد ما يغلى. السبب ذاك مو يدوي، يدوي واصواف خاصه الوان ثابته يعني فتشي عمله يعني شلون الدولار تصرفه هيك نفس الشيء. نذكر هذا المثل على النساء من يتغزلون بالنساء يقولون هاي كاشان كل ما تكبر تحلى. كل ما تكبر تحلى. اي صحيح. اي صحيح صحيح. اكو هم نساء كاشان؟ طبعا شلون لا. اشكال اشكال عيوني عيوني. الله يرزقك ان شاء الله ويوفقكم. شكرا جزيلا. يوفقكم ان شاء الله عيني. الله يسلمك عيني. أعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون اليوم جولتنا كانت خاصة بالمفروشات والزوالي، وجبناها على طاري الكاشان الصناعة الإيرانية للزوالي، الصناعة الفاخرة اللي كل ما تقدم راح يزيد سعرها وتكون أثمن، وجبناها على طاري النساء اللي كل ما تكبر تحلى هم يسموها كاشان. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم أنا مغيث خالد، قناة زاقرس الفضائية.